تدعى صابرينا، فتاة في العشرين ربيعا، قدر لها أن تولد وهي معوقة ذهنيا وجسديا، لكنها بالنسبة لوالديها قرة عينيهما هي وأخها المريض، فقد وهب حياتهما من أجل التكفل بها، وكل ما يأملانه هو أن تكون بخير وتتحسن حالتها. مدام احكي لنا على المرض تاع صابرينا. السلام عليكم ومرحبا بكم اللي جيتوا عندي. عندي طفله، عندي جدراري موقعين، صابرينا موقع 100% ما تمشي ما تهدر، كل حاجه لازم لازم انا كل حاجه نديرها لها، لازم كي تجي راح تنوض لازم انا نوضها. كيفاش زادت هكذا يعني؟ زادت لي هكا ملي زادت. وقتاش اكتشفتي المرض؟ كي شتا ديتها للبيديات هنا تاع الحومه، قال لي بعتني طالبريه 17 طالبريه، قال لي المدام راح يديها للبروفيسور في الحراش. كي ديتها له وكي درتها له فوق الطابله شافها قال لي مدام ما نقدرش ما شيحه نواسيك باش نجرحك ولا، قال لي مدام ما تواسيش، هذه حاجه ربي بدك موقع 100% ما تهدر ما تمشي. فتاة بنظرات بريئة، حركاتها غير مفهومة، وكلماتها بالكاد تخرج من فاهها بين الحين والآخر، هي صابرينا. رغم الإعاقة، رغم الألم، ورغم الظروف القاسية، تأمل أن تشفى ولو بقدر صغير حتى تتمكن من السير وتعيش حياتها كباقي الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنها الآن لا تتمكن من فعل أي شيء. يعني في العلاج سيتي تداويها، كش واحد قال لك هكا تقدر تبرا، ولا العلاج تاعها كيفاش ملي كانت صغيره؟ انا ملي كانت صغيره وانا نديها ما كاش سبيطار ما خليتوش، وين نديها يقول لي مدام بنتك تتحسن، صح بالطوله بشويه كل ما تكبر تتحسن، دوكا كيما راهي هكا 20 سنه دوكا في مراكش راهي بيبي راهي تتعلم تهدر. كيفاش شنو هي الصعوبات اللي تواجهها في التعامل مع صابرينا؟ باش نبسلها ما نقدرش وحدي غير انا وباباها، باش نوكلها، باش نشرب لها الدواء تاعها، لازم كل حاجه كوم ندير لها عشان هاد الحوايج كوم نعطي لها الشتاء كوم ما تهدرش. لا جورني كيفاش تقضيها صابرينا في المنزل، ولا اسكو ديبلاسي برا، ولا ما تخرجها؟ ما تخرجش، انا شوفي راني ساكنه، راني ساكنه في السطح باش نطلعها ونهبط انا. كيفاش كي تجي رونديفو تاعها باباها كبير ما يقدرش يرفدها لي، نايط لي جان تاع الحومه يتعاونوا فيها هبطوها لي باش نديها للطبيب. زعما نهار كامل وهي لا غير معاها قايتك، لا جوني تاعها غير معاها حنايا، لا خرجت انا يقعد باباها، لا خرجت لا خرج باباها لازم نقعد انايا. أدوية كثيرة ومتنوعة صارت عند صابرينا حاجة محتمة تتناولها باستمرار، علها تجد فيها بلسما يساعدها على الشفاء. فبالرغم من الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها عائلة صابرينا، غير أنها لم تكن هي وأخها أبدا عبئا على والديها اللذان يفعلان المستحيل من أجل توفير لقمة عيش وعيشة هنيئة لهما. المرض تاعها ما تمشي ما تهدر، لي كريز بيليبسي جوها، لي كريز جوها، لي كريز هاي لك الدواء تاعها تشرب دي باكين، تشرب لي فوتخيل، تشرب شحال دواء هاهم لك تشربهم، وراهي بري فوتخيل وطيح لي شحال مخطا تحكم علي. الوضعية الاجتماعية تاعكم كي قادرين تكفلوا بابنين؟ قلت لي عندك تاني ابن تاني، كيفاش تقدروا توفروا لهم واش يسحقوا من الدواء من المعيشه؟ كيفاش الدواء عندهم لي كارت تاعهم، نجيب لهم دواء باطل، والمعيشه تاعهم ساعه كاين ساعه ما كاش، غير الناس يحنوا عليهم، لا حنوا عليهم ما ياكلوا، لا ما كاش هم قاعدين. كاين مرات شكار حلي ما نقدرش نشريها لهم، ما كانش شكون يصرف على عياش. بابا انسان كبير ما يخدمش، كنت ندير لهم حاجه هكا يبيعهم، دوكا كبر السكر ما يقدرش. بالنسبه للدواء تريتمون اللي تشربوا
دواء كامل تجيبه باطل ولا كاين دواء اللي تشري؟ كاين دواء اللي نشولها بدراهم. شنو هو هاد الدواء؟ تاع ميديكامو تاع لا غريب ولا كاين لي ميتر بورساش يعطوه نشي بدراهم. بصح الدواء تاعها تاع لي كريز وكايت كنشبو نجيب لهم كاع باطل. ديرت لهم لي كارت نجيب لهم في زوج باطل. واش في زوج عندهم لي كريز؟ داويتيها ديجا في البلدان الاجنبيه ولا دوكا نتبع لها في اسبانيا؟ درت لها زوج عمليات ولازم كي ندير لها العمليه لازم ندير لها سبور. العمليه درت لها سبور تاعها شهر بصح هذه ما قدرتش. طلبوا لي بزاف مكلفه بزاف 60 مليون شهر والعمليه تاعها 60 مليون. واش تمني لصابرينا؟ نتمناها واش نتمنى؟ نتمنى كيما كل ام تتمنى لبنتها تنوض تمشي كي تقضي حاجة تاعها. عندي هذيك الدنيا ما فيها منحوش انا على الهضره. معليش ما تهضرش كاين لي صوت ندخلها تهضر ندخلها تعلم. بصح المشكل كيما تنوضش كلش انايا لي كوش 20 سنه مزات لي بلي كوش. نتمنى برك يعاونوها برك باش تنوض توقف على رجليها توسي روحها برك. هذا ما كان كون غير بنايا ما عندهاش شكون. ما عندي حتى واحد. كما اعتادت دائما تجلس صابرين بين أحضان والدها تحس بعطفه وحبه وتنادي على والدتها بكلمة ماما التي ترددها وهي تنتظر أن تقبل إليها الأم كعادتها بكل حنان ورأفة. كيف لا وصابرين بالنسبة لوالديها أفضل هدية منحها الله لهما. عمي عمر أنت والد صابرين وش تقدر تقولنا على المرض تاعها؟ قبل بنتي هادي راهي دوكا في عمرها 20 سنة ونهار اللي زادت وبدو سمحي لي في كانت في عمرها وقل 8 شهور هكذاك بان المرض ديالها عرفناها باللي معوقة. كيفاش راك تقدر تكفل بابنين معوقين؟ هاد الساعة الحمد لله كاين المؤمنين ما يخلصوش. كاينة عاشورة ماشي غير في نهار عاشورة الدور. الناس يعاونوني من داك واحد يجيب لهم القسم ديالهم. الناس تعاوني كتر خيرهم عايشين الحمد لله ناكلوا نشربوا كتر خير ربي الحمد لله. كاين مرات وين والله كيما نقول لك العشان مكاش ويفرج ربي والحمد لله كتر خير ربي وكتر خير المؤمنين. واش تتمنى لصابرين؟ نتمنى البنتي ان شاء الله كيما نتمنى كاع المرضى تاع العالم كاع وين كاين مرض في العالم نتمنى له كيما نتمنى لبنتي. ربي يجيب الشفاء لبنتي ولوليدي ان شاء الله. بنتي تولي تمشي ان شاء الله تولي تتحرك تولي دير لي بوزون ديالها وحدها ان شاء الله تتنحلها تسرويلها. هذيك انا اللي نوكلها انا اللي يعني انا ويمها متشاركين فيها هادشي باسكو ربي عطاني كتر خيرك يا ربي اللي عطاها لي وما عطاهاش لواحد اخرين. كتر خير ربي اللي ربي عطاني هاد زوج معوق لي وما عطاهمش لواحد اخرين. الحمد لله راني فرحان بولادي وفرحان واش عطاني ربي سبحانه. هاد ولادي هادي امانه عطاها لي ربي وما ننكرش هادي هي الامانه الصحيحه اللي ربي يجرب بها. عبدو عمي عمر واش تقول للمحسنين الناس اللي هم يشوفوا فيك يحبوا يعاونوا صابرينا يحبوا يعاونوكم واش تقول؟ يا ناس كي نقول يا ناس نقول يا جزائريين احنا الجزائريين وحدنا في أمة محمد في العرب مكاش كيما احنا الجزائريين. احنا وحدنا حنايا احنا الجزائري مكاش مثله في العالم العربي ولا في العالم المسلم. الجزائريين وحدنا حنايا. نطلب منهم ان شاء الله يشوفوا الهادي هادي بنتي في عمرها 20 سنة صابرينا يشوفوا الهادي راهي درت زوج عمليات في اسبانيا في برشلون ودرت شهر تاع لوديكاسيون في اسبانيا في برشلون وراهي رايحه ان شاء الله في هذا جونبي ان شاء الله دير عمليه ودير شهر تاع لوديكاسيون وراني طالب ان شاء الله يعاونوني هاد الناس المؤمنين اللي يشوفوا وعلى بالي راهم يشوفوا فيا وراهم يسمعوا فيا. نقول لهم انتم تعاونوها وربي يعاونكم. ما راني طالب والو راني طالب غير معاونة باش ندي بنتي
تكمل العملية تجاولها وتكمل لاريديكاسيون ديالها بالخارج، ما يخلوها ليش هكذا تقعد عايبة. راني فوت انجاجيت ان شاء الله بنتي ان شاء الله عندها الاسبوار كما قال لي البروفيسور في اسبانيا، عندها الاسبوار باش تولي تتحرك. واش تقولي للناس المحسنين هل خليهم يشوفوك؟ واش تقولي لهم؟ نطلب منهم اللي راه يشوف فيا واللي راه يسمع فيا ما يرجعش ليا، يرجع لهذا الطفله يعاونها على وجه الله الحاجه اللي يقدر عليها، يا لو كان حاجه قليله، يا لو كان بكلمه يعاونها. انا ما نقدر لها، لا انا لا باباها ما قدرنا لهاش. ديتها سبيطارات وين ديتها؟ ديتها لبناكنو باش يديروا لها سبور، قال لي ما نقبلوها لكش، عاودوا رجعوها لي. لا انا هنايا سبيطارات هنا تاع الجزائر واحد ما لقيت لا من سبيطارات لا من الدوله، ما من الدوله ما عاودتنيش فيها. شوفي الوضعيه تاعك فاش راني ساكنه، ساكنه في سطح تيرنيت، انا في الشتاء الباب ما نفتحوش، اجا الشتاء البطاليه تحت تدخل لي للدار. اللي يشوف فيا يعاونني على وجه الله، يغزر لهاد الطفله ما يغزرش ليا، يغزر ليها يعاونها على وجه الله الحاجه اللي يقدروا عليها، يلو كان بالقليل. المهم يعاونوها نديها نديها نداويها، برك توقف لي برك على رجلي هذا مكان، من حوسه لا حتى حاجه، نحوس صبرينا توقف على رجلي هذا مكان ويعطيهم الصحه. أمنية واحدة رددها والد ووالدة صبرينا على مسامعنا، نأمل أن تشفى ابنتنا، ونداء واحد وجهه إلى القلوب الطيبة وأهل الخير والإحسان من أجل مساعدة صبرينا على شفائه.